بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، قسم نهائي الآداب والفلسفة، أقدم لكم تصحيح بعض التمارين فيما يخص قانون الاحتمالات. التمرين 2 يضم قيس 5 كرات متماثلة، 3 منها بيضاء و2 كرات سوداء. نسحب في آن واحد أو دون إرجاع كرتين عشوائيين ونعتبر X عدد الكرات البيضاء المحصلة عليها. عرف قانون الاحتمال لX. إذن الحل شنو هي؟ في آن واحد معناه لا إرجاع الكرات إلى الكيس. لا إرجاع الكرات إلى الكيس. قيمة كيسية هي X يساوي صفر، لأن ما يوجدش الكرات البيضاء. آن معناه سوداء وسوداء. نسحب في آن واحد أو دون كرتين عشوائيين، ولكن هنا في الحالة هذه ما نحسبش، نسحب كرتين سوداوين، معناه ماشي موجودة الكرات البيضاء. X يساوي صفر. إذا وجد كرة بيضاء واحدة معناه X يساوي واحد. كان حالتين، بيضاء وسوداء تتبعها أو سوداء وبيضاء تتبعها. إذا كانت الكرتين بيضاويتين معناه بيضاء وبيضاء، X يساوي 2. قانون الاحتمال وشني؟ قانون الاحتمال وشني؟ إذا X يأخذ العبارات، يأخذ الأعداد التالية 0 1 و2، والاحتمالات إذا كان X يساوي 0. احتمالات أولا كيكون ما كانش الكريات البيضاء، معناه في هذه الحالة 1/10. احتمال سحب كرة سوداء، إذا X احتمال سحب كرة سوداء، وكذلك احتمال سحب كرة سوداء 1/4. معناه شنو؟ في البداية كان قداش كرة سوداء؟ كان كرة 2 سوداء، هاي 3 منها بيضاء و2 كرات سوداء، كان 2 كرات في المجموع 5. بعد بدون ارجاع ما نرجعوش، دونك تنقص العدد تاع الكرات السوداء، تولي 5 تنتقل الى 4، ولهنا تولي 1. على 1 خاطرش نجدو وحده من الكرات السوداء، تبقى لنا 1. استعملنا ديجا وحده لهنا، زدنا نستعملوها 1/4. احتمال سحب دون كرات البيضاء، اذا هذاك هي مجموع، هي 2 مضروب 2/5 مضروب في 1/4، معناه 2/20 1/10. اذا كان X يساوي 1 معناه وشني؟ موجود احتمال سحب كرة بيضاء، إذن 3/5 مسكين 3، ما كانش إرجاع، واحتمال سحب كرة سوداء معناها 2/4، لأن استعملنا في البداية وحدة من الكرات على مجموعة 5، يسمى نقصوا وحدة تولي 4. احتمال سحب كرتين حسب الترتيب بيضاء وسوداء على هذا الترتيب هو 3/5 مضرب 2/4، معناه 6/20. احتمال سحب كرتين سوداء وبعدها بيضاء على هذا الترتيب هي 2/4 مضربة في 3/5 يساوي 6/20. احتمال سحب كرة بيضاء وكرة سوداء في آن واحد بدون إرجاع هي
ستة على عشرين زائد ستة على عشرين هي 12 على عشرين يساوي ستة على عشرة. إذا كانت المتغير إكس يساوي اثنين، احتمال سحب كرة بيضاء في البداية ثلاثة على خمسة، لأن كان ثلاث كريات بيضاء على مجموع خمسة. احتمال سحب كرة الثانية هي بيضاء، معناه أولا مجموع الكريات بس ما كانش إرجاع، مجموع الكريات تتولي خمسة ناقص واحد سما ربعة، ولأن البيضاء كان ثلاث بيضاء ولكن حين واحد لأن ما كانش إرجاع. احتمال سحب كرتين بيضاء وبعدها بيضاء هي إذن وش نمدلنا؟ ثلاثة على خمسة مضربة في اثنين على ربعة معناه ستة على عشرين معناه ثلاثة على عشر. وها هو إذن الجدول المناسب لهذا القانون الاحتمال راكم تشوفوا لنا. وكي نتأكدوا من صحة هذا الجدول نحسب مجموع واحد على عشرة زائد ستة على عشرة زائد ثلاثة على عشرة تساوي واحد. إذن مجموع الاحتمالات x على x هي تساوي واحد. هلا ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.